yorum. Bana bırak kim ita. Az mı tabletim? Şahla gıya tamam şuraya bak. Bir şahla gıya tamam şuraya bak. Dakate vaka. Dakate vaka. Bırak dakate koni bak. Kutunna mit kore mitoni te dakate vaki. اشترى لي الخمر. ورا اشترى لي الخمر خاطيبا كان دمي بس خاطيبا انا قلت شو انا اشترى لي الخمر. شو رد خاطيبا نوكي؟ لا لا كوري كاتسدي إذا فاق وسطية لا شو بريع حضور الدست مكتوش براتي ماسكي كور لا حبك مجيو باك ما لو راقو دي كلا سار بس جيك وره شوريم كتنگي ترسن سري خواد كنا آوه كنا كورتي دوري كاسوان دخوي سري مبا محسونم والا دبا كاب ممجي او نيبال رسمي او نيبال كريكيا بوسم يو خورة چي ممجي داشتار اللي خواد خاتي باكا دبا كاتي كوت بانو كيا اج مرا یوزی که آلو سر موسین جا مشتره سر موسین جا لید خمانده جور نه و جورا چورا مشتره لید خمانده و که خطه ده آلو یک دوا دا هی نی دزه و پاک ابرو وارم شوره بکن سوین سوال جیم جا ده آلو دوك الو 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 تاكو تشبي تو بيجا كرافكا سين سوال جيم جواب اصبرت قبل تبرس كباري كيف حالك يا ابو جورج كيف حالك ايه كيف حالي؟ حالي زين زين. انت عربي يعني بدي اسالك، مسوي حالك عربي يلا. يلا يا عربي. تفضل تفضل قول. ايه لنشوف انت ميت ولا انا ميت. شوف شوف اليوم يا انا بدي انيكك يا انت بدي انيكك تمام؟ ايه انا بدي انيكك وهنيك ستك معك. هات لنشوف. والله ابو جورج اقول لك شيء، انت راسك مثل كوندر والله العظيم. ايه. خيو تركي من القندرة على الروسي مثل القندرة الروس أبوك مثل القندرة هذا بعدين نناقش فيه هلا خلينا نسألك سؤال بعد إذنك ولك إذا أنت زلمة تعال على المنبج أقسم بالله العظيم راح شعب المنبج كله راح يدوس على رأسك ولك أقسم بالله العظيم شعب طيب هلا هلا لحظة لحظة أنت طالع أنت طالع نكتشف للعالم أنه أنت حشرة ولا ابن حشرة ولا أن أحكي في السياسة ولا نسألك بالسؤال عادي شو رأيك أنت؟ تفضل تفضل الله يزيد فضلك الله يزيد فضلك هات لنشوف حبيبي اول سؤال في كم كونترو اخذ شنط الدولار وهرب كم كوادرو من الحزب هو من تركيا اخذ شنط الدولار وهرب على تركيا حسب علمك يعني اللي انت بتعرفون 10 20 30 100 قديش تمام تمام ايه كم واحد لما القصه انه قادرات يطلعون خاينات هذا امر طبيعي يعني في كل دول بي وخاين في دول بي بشكل عام على روح الدول التركية لك يا اخي انا شو بدي بتركيا انا بدي ناقشك هون عم بحكي معك عن ادارتك
يطلع 100 بيانات يعني انا ما ماشي كم شخص بيطلعوا 100 واحد صح اللي اخذوا كانت يدور وربوا ايه بعدين شو يصير بيهم؟ اه اوكي خلينا نحكي خلينا نجي في حدا منهم انت ما سكت امه او ابوه او مرته او اخته او اخوه او اولاده صغار لا لا يا عيني عليك طيب هلا ندور نحسبه واحد منهم انه اخذ شرطة دولار ورد ليش ماسكين مرته بالسجن اولاده صغار بالسجن ابوه بالسجن اخوه بالسجن ها ليش طيب هذا ليش يبوك مثلا يبوك يا اخي مو بايق لو بايق ما يهرب لو بايق ما كان فصرحوه هو صرح يعني قدم استقالته وقبل استقالته وراح تمام انا معك بس اليوم هلا انت اذا ما عملت شيء ليش تطلع برات شو اسمه رجاء مثلا لا تروح لعند اذا او لا تروح لعند حدا خليك هنا ما عليك شيء خليه يجي خليه يجي يقول ما عليك شيء يتركون اولاده وشو اسمه يعني. ما في ثقه ما في ثقه لانه ما في عندكم لانه شلون يا اخوي ما في قائد واحد وما في قانون انا بدي اسالك بضميرك وجدانك وشرفك تجاوب بشرفك ها مو تكذب افترض خيو جارك مو حدا من قرايبينك جارك اجى على البيت وشاف واحد فوق مرته ماشي ماشي اعتبر واحد جارك اجى على البيت شاف واحد فوق مرته وانزعج الزلمه انزعج يصير هالزلمة ينحكم ولا مرته تنحكم ولا اللي فوق المرة ينحكم مين لازم ينحكم كم سنة بالسجن مثلا والله ينحكم لازم مرته وهذا اللي فوق مرته آه مرته اللي فوق مرته يا عيني عليك طيب عنا بكوبوني لا مرته الحكمت لا اللي فوق الحكم تعرف مين الحكم زوج المرة الحكم لأنه انزعج شوف شوف يا 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 بكوندر هترك لي القصة احنا شفنا القصة بوق وما بوق ايه عم بسألك يعني عم جيب لك قانون يعني زلمة ما في ثقة شلون بده يجي لعند هيك قانون لانه الحق باطل والباطل حق انت لحالك قلت لازم زلمة لحظة لحظة يا قندرة انت قلت لازم مين الحكم اللي فوق المرأة والمرأة تنحكمه مو هيك ذا بس انا عم قل لك بكوباني زلمة شاف رفيقه بالاسايش فوق مرته والحكم هو 3 سنين مو برمي بدون ربع مدي تصدق هالشي ولا بشرفك تصدق ولا ما بتصدق تمام في اغلط يعني هي تعتبرها غلط مو جريمة خير انا جريمة هي جريمة ما ايه جريمة يا عيني عليك سجل عندك 1-0 سجل بالطريق لك يا ابن الحرام ماشي الثانية نجي على الثانية مدينة قامش لو تندلها زين ايه بندل اه بالموسم اجا منها الحنطة والقمح يعني اجا منها 1,200,000 طن قمح تندلها زين تمام يا سيدنا الكريم اليوم نحن بشهر 1 2021 يعني من 7 أشهر من 5 أشهر الموسم اجا 1,200,000 طن حنطة قمح إيه واليوم ما في خبز بقامش ايش رأيك بالوضع وين راح الحنطة اسألك يعني اسألك وين راح حجر تمام انا العدد العسكري شباب عدد عسكري شقات كم مليون يعني بفكرك؟ لا ما يوصل إلى ملايين شقات يعني خيو 100,000 200,000 لا تزعل حسنك شو عم يأكلون يعني مين قال لك ثاني شيء ما أكل خبز يعني مين قال لك هالشيء أنت شايف على التلفزيونات على فيسبوك وقت أزمة خبز على بتقول من يومين ما أخذت خبز يا ولد ما تسمع أنت ما تشوف قنوات أنت والله انت ما سمعت انا كحميري وين قاعد انت ما سمعت ما تندل ما تحس انا احس اشوف اسمع ها فمش لو ما في خبز ما في ازمة خبز هلا معاك هلا انت جيب لي بابا تمام جيب لك اسباطات منيح عندي اسباطات بدي اجيب لك اسباطات شباب حدا يبعث لي مقطع
شي ما بتعمل طبقه مش له لنا نجيب له اسباطات للزلمه. واحد يبعث لي فيديو شباب، في فيديو اكثر من فيديو بعثوا لي على الماسنجر، انتم يخرب بيت الشغله معكم. بعثوا لي فيديو شباب، يا شباب وين الفيديو؟ لحظه لنجيب له سبوتات. انت مو مصدق انه ما في خبز بالقومش لي؟ يا بجوش هذا الكلام غير صحيح، غير قانون. انا اقول لك انا احنا هيني وشايفين بعينك، هلا مدينه نمس نفوت بيها تروح على اي فرن بيو خبز، غير فرن شو اسمه؟ وغير فرن ثاني وفرن سياحي، شو ما بدك فرن بيو خبز. انا ما اقول القومش لي ما بيو خبز، هيني بيو خبز. يا اخوي من بيش، من بيش عدد سكانها هي 60-70%. ضيفك هذا كردي عم يحكي عربي، بعرف انا ضيفي انه جحش كردي بس هو عم يسوي حاله عربي، بعرف هالشيء. هلا هلا يعني انت عم تحكي على شو اسمه، على ديمقراطي مو؟ هلا شو اسمه النظام السوري يعني احسن منه؟ والله شوف انا عاد بدي هون ناقشك بشيء ثاني. تمام تمام. هلا سألتك السؤال ضميرك براسك. ايه ايه النظام السوري انت شفته، انما انت النظام السوري اكيد شفته احسن مني شفته اكيد. هلا هلا فعل فعل شوف شوف فعل ولا بس اسم؟ ها؟ فعل 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 نظام السوري احسن. شلون احسن؟ اها نظام السوري 40 سنه كان يحكم كوباني. تمام. وما بظلمة واحد اندحس بسيارتهم. ظلمت واحد ما اندعس بسيارة نظام. ايش رايك بالحكي بلاي؟ هلا هذا الصح ولا غلط؟ لحظة لحظة مشان ما تروح. وعنا قوات إدارة أسايشة وأسافيشة هيزا هاتو هيزا شاتو باتو إلى آخره، يقاتلوا مانترو هذا كلياته على حد الآن قاتلين 92 واحد بندعس على السيارة. بس بالدواليب سيارتهم يعني قاعدين 92 شخص كردي من كوباني. شو رايك بقى هيك؟ يا عيني عليك. إيه؟ انا انت جاي على الحزب مو عم تحكي على الحزب. هذا اللي عم يدوسها مثلا على العرب هيك شغلات، مين هن؟ مو ولاد بلدنا؟ لا مو ولاد بلدنا، العزب 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 مو ولاد بلدنا، اغلبهم كادروا. مسؤولين لحظه، هن مسؤولين بالاداره، هن مسؤولين، هن سايقين للاداره يعني، مو انا وانت، واحد عادي مواطن عادي ما في له، كله مسؤولين. من اول مباني او من منتج او من قامش اللي هذول يسوون اغلاط، انا لك القدرات ما يسوون اغلاط، بيطلع منهم قوانين يضربون بس غلط ما يسوون. انا الف مره اجي لك على سوق السيارات انه سرعه كذا وهيك، الف مره قالوا لا تسرعوا، الشعب مثلنا نحن ما نفهم، نحن لما نركب سياره مو سياره تبعنا نسرع. ها؟ هلا مثلا على سوق السيارات مو؟ ايه قتل 92 شخص بكوباني. ايه رفقات رفقات شو قلنا؟ يقولوا لا تسرعوا بسيارات، لا تروحوا هيك، لا تروحوا هيك، نحن شعب ما نفهم، نركب سياره سياره مو سيارتنا. لا لا هذول هو نفسه اللي بيدعس عالم 80% هذول نفسه دعس عالم. لا والله بيشود بيشود على حكي اللي نحكي، ما نحكي بدون شهود يا اخوي. يا لا لا انت يا حبيبي يا شباب اللي طيب يعني ما يعني هم مسؤولين بالاداره خيو مين ما كان جحش قفالو مو قفالو مو مشكله هن منو اللي فيهم عم يدرسوا على العالم ليش ما بيتحاسب واحد منهم ما يفوت على السجن شهرين مثلا؟ لا يتحاسبوا يفوتون على السجن في عندك هنا شرطه عسكريه يتحاسبوا. انا اول شهر بعثت لي فيديو ازمه خبز ضربت على من الشوشه السياره ضربت واحد على المنتور ثلاث شهور ونص بالسجن واخذوا من غرامي. شوف 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 بعد كم سنه مليون ونص. شوف شو رايك شوف هذا الفيديو أمام أحد أكبر أفران مدينة القامشلي. هذه المنطقة تحتوي على 80% من ثروات سوريا بما فيها الأقماح والنفط والغاز، لكن مدينة القامشلي منذ عدة أيام تعيش أزمة حقيقية للخبز. هناك طوابير من السكان المحليين سمعت أمام هذه الأفران
التأمين الرغيف منذ عدة أيام بسبب إغلاق المخابز السرية. شوفت شوفت أمر يشكل ضغطا. لا مشكلة. يوقف ودرجة. ما تحجونا. الخبز كل التجار تبيعوا، الربطة ب 500 ب 600 بألف ما نقدر نشتري. الفقير يموت من الجوع والذلة. عندك واسطة تاخذ خبز، ما عندك ما تاخذ. عندك واسطة تاخذ خبز، ما عندك واسطة ما تاخذ خبز. مين هاي؟ هاي بتعمل فتنة؟ مين التركي هاي؟ هلا أنت إيه؟ يعني وقت كون حزب حزب أنا كنت بيناتهم، وقت صار حزب للعجايين اللي مثلك تركت الحزب والله. إيه والله مشان أشكال مثلك، وين في واحد مطرود مغضوب لوالديه صار مسؤول بالحزب، لهيش تركت الحزب أنا والله. ايه تمام ايه وقت كون حزب حزب كردي بيشتغل للكرد انا كنت معهم ايه، وانجرحت معهم وتصاوبت معهم وحاربت معهم واكلت معهم وجعت معهم وكل شيء معهم. بس وقت صار في وين في واحد فلتان مو معروف قرأت ابوه من وين صار مسؤول وصار يفوت على الحزب، يعني فتحوا الباب هيك للجميع الكليب، انا هون تركت لاني موري من الكليب. عرفت شلون؟ بدي اسألك سؤال تاني. تفضل. ايه هلا واحد مسؤول، واحد خيو مسؤول بالإدارة، بيصير يجيب ولاد عمو 10 أشخاص يعملوا المسؤولين كلهم، أخواته ولاد عمو 10؟ ليش ما يصير؟ مو يصير يعني يصير عيلة تحكم بالبلد؟ لا أنا ما يحكم بلد يا حبيبي، من قال لك؟ إحنا هنا كده حس ما شفنا عيلة بتحكم بلد. هلا بكوباني عيلة، عيلة مزلوم عبدي حاكمة كوباني وبتسرق كل شيء. شوف شوف واحد يحكمنا إذا 20 سنة بلشو اسمه بالقنديل يجي لين يحكمنا وشوف غلط عليه نرفضه مرة مرتين نرفضه لحاله بيقوم يروح على شو اسمه يحاسبنا الحسد. طيب حزب ما حسب الرمشان، رمشان صار له 5 سنين بدون انتخابات رئيس بلدية. هلا نحن بوضع حرب، ما فينا نحاسب كل واحد يسوي غلط، كل واحد يسوي شو يعني بوقت يعني بوضع بوقت الحرب، يعني بوقت الحرب مسموح تعمل كل شيء. هلا ايه نحن بوضع حرب يعني يعني قصدي مسموح تعمل كل شيء. لا مو لنا كل شيء، مو لنا كل شيء يا ابو جوز، مو لنا كل شيء. يعني قصدي مسموح تعمل كل شيء يعني وقت الحرب. هلا انت ماسك هاي شغله كلياتها شو اسمه المطر مثلا، ضيقتك شغله، هلا بتجي على حق المرأة مثلا تقول له مرأة بسوي هيك بسوي هيك، لا انا اعطي قرار انت تقبل تتزوج على مرتك، خلي مرتك تتزوج عليك يصير؟ إيه هذا دين شرع يسمح. ما يسمح لنا. شرع قال شرع قال هي ايش كمان عندها احساس في عندها إيه يعني انت رافض الشرع، انت رافض الشرع يعني ترفضه؟ ايه برفضوا هذا الشرع، غلطان محمد جاي لك ما بعرف طلعت ابوه من وين بتطلع لي الشرع من عنده، انت شفت محمد انت شفت جنه؟ لا والله انا ما شفته ولا محمد، يعني لا تاخذني بالكم، يعني محمد مو عارفون قرات ابوه من وين؟ لا ما بعرف قرات ابوه من وين. شلون ما تعرف قرات ابوه من وين؟ ها؟ شلون هيك تحكي يعني؟ اكثر من مليار انسان بيبي 50 سنة عمره 50 سنة متزوج وحدة، بيقوم يتزوج وحدة ثانية، ما فينا يشبع وحدة يروح يجيب وحدة ثانية، يا ابن حلال كمان هيك ما يصير. الشرع يا اخوي شرع الله هذا. طيب الا يوم واحد ما يجينا يشبع مرته يروح يجيب وحدة ثانية. مسكين اجباري بده تنتاج من ورا. ها يعني عادي تنتاج من ورا. هاي بده يصير موجود بالبلد. يا بجر في عندك شغلات ميزة انت تعرف احسن مني. انت من وين يا اخوي، انت من وين؟ بدنا نتعرف عليك، يعني في ناس عم يقولوا بدنا نعرف الاخ من وين. انا من منبج. اي بعرف من منبج. ابن منو؟ بيتك وين؟ بيتي بالسرب. اه بيتك بالسرب. شو اسمك؟ بس اجي على المنبج بدي اشوفك حبيبي. انت بس تعال المنبج هاني بيجي لعندك يا حبيبي. شلون بدك تعرف انه انا جيت على المنبج يعني؟ اتصل بيني بس مكالمة تقول لي انا وصلت على المنبج. هات رقمك نتصل بيك، هات رقمك نسجله. انت لا تعرف حالك. سجل معك. هات. 099 099 737 737
4-7 8-9 إضافة. شو نكتب اسمك؟ اكتب شو ما بدك، مكتوب اسمي عندك. اكتب شو ما بدي، بكتب يا ما بعرف شو بدك. انت اعطيني شيء اسم من عندك. اكتب ابو عدنان. ابو عدنان، ابو عدنان. ابو عدنان. شوف عندك واتساب. اي والله لولو، تلاقي اسمك لولو على ايمو. لولو ايش دوني راحتي عول كيف انت؟ لولو لولو لولو، بعد صوت لولو لولو. عامل اسمك بالتليفوني، خرب بيت شغله معك يا لولو. لولو تمام. لا انت بس تيجي عم تحكي معي هلا، بدك تكون في سؤال ومش اسمه. هي لا لا عم بقول يعني انت ليش عامل حالك لولو؟ بس سؤال بس. انا حابب اسم حبيت يعني ما نسمي هيك نسمي حالي. ايه ها انتو يعني جماعة حزب هيك بتغبوا حالكم تحت اسماء النساء. لا 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 شوف الحزب ما دخل بهالشغلات. هي انت شايف ولد عبد الله وجلال وشايف منيح، شايف حزب منيح احسن مني. انت عم تغشم حالك. انت انا بعرف حزب ويك بس هلا تعطوك صار مسويين هيك. ايه ايه على اللي مثلك لازم بالحزب يتم عدومه فورا. تعرف بدي حاكمك انا باسم الحزب، شو رايك؟ تخبر اني حاكمك كون انا مسؤول وحاكمك باسم الحزب؟ طيب ما هلا استنى استنى لحظه لحظه، انا بدي بدي رجع الحزب ما قبل 99، ما قبل 2000، وبدي احكي معك. شو رايك انا بالحزب وانت واحد مطرود؟ بدي احكي معك. تعرف شو كنت مسوي فيك؟ كنت بتعرف شو كنت مسوي فيك هلا؟ لو نرجع الحزب قبل 2000 تعرف شو بيسوي فيك؟ بيسوي فيني قال له وكيلك بيربطوك بيتم وضرب فيك يومين ورا بعض، بعدين بيسألوك مين انت؟ شو اسمك؟ بعدين بعد يومين ضرب وقتل بيجوا بيسألوك شو اسمك انت؟ ليش هيك حكيت؟ هلا بتقلي شو حكيت؟ بتقول محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما بتعرف قرأت ابوه من وين؟ بكل رياحة وما حدا بيحاسبك لأنه حزب صاير كرخانة من ورا عم سألكوا. لا 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 محمد في اكثر من مليار انسان بيمشي وراه يا ابني. انت جاي تقول ما خرفان وير قرات ابوك يا ابو جورنت يا حبيبي؟ انت عم تحكي بس من الحزب هلا. فكرتي 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 ما يتقبل هالشيء. لا لا رقمه صح يا زلمه، رقمه صح 100%. طلع لولو هو قال انا هيك عامل اسم. انت اليوم واحد عم تحكي باسم الحزب وعم تحكي انه محمد مو قرعان عرفت ابوه من وين؟ هذا الحكي ما بصير تحكي. في اكثر من عندنا هون 200 شخص بقتلوا لمحمد مثلا عم يتابعني هلا. عم قال لك هالفكره تبعه غلط 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 بعرف غلط، ما خلو غلط. ماشي حبيبي.